إن اختطف الشيخ الفضيل سي العربي تبسي والتحق بقوافل الشهداء، إلا أن مواقفه وقيمه تبقى خالدة ما طلعت الشمس من مشرقها، تستحضرها الأجيال بفخر واعتزاز. وهنا أهيب بالباحثين والمؤرخين تسليط الضوء أكثر على مسيرته في الحركة الوطنية وخلال ثورة التحرير الوطني. إن الشهيد سي العربي تبسي يعد من مفقودي ثورة التحرير الوطني، على غرار كثير من رموزنا الأفذاذ الذين فقدوا على يد الاستعمار الغادر، من أمثال أحمد بقرة، الجلال بن عامة، موريس ودان، وغيرهم كثير من الشهداء الأبرار. وهو الملف المرتبط بالذاكرة الوطنية الذي تبقى متابعته مستمرة، تحوطها أقصى درجات الجدية العناية والمثابرة.